هذا بارت 3 الفي سورس. زين هسه هذا الرسم وين شلون شلون ان example 1 above. ها هياته نفس الرسم نفس هذا الرسم بالضبط. اوكي ايش راد من عندنا؟ راد الفي ال مين. اوكي فراح نكتب شنو نفس هذا القانون بالضبط الفي ماكس على الباي. الفي ماكس مين حتجيبها؟ الفي ماكس الفي ماكس هي الأعلى فولتية موجودة، وأعلى فولتية موجودة هي ناخذها من السورس، فراح ناخذ 200. أوكي خلينا نكتب لكم اياها هيك قوانين، هذا القانون نفسه، هذا القانون نفسه في ماكس. اوكي حتى ما جاي يصير خطأ، في ماكس على باي. اوكي الفي ماكس ايش قد عندنا؟ 200 200 على باي اللي هي العفو خلينا نكتبها رقم باي 3.14. زين شو وقت نكتب 3.14 وشو وقت نكتبها 180؟ من يعرف هذا الشيء؟ لو أجاوب علي أول شيء كتبت 200 ما يصير. ليش؟ لأنه بالسؤال هو كاتب 200 فولت مو 200 ساين دبليو تي. شنو؟ هاي يعني معناها يا هي هاي معناها الـ VS RMS. الـ RMS هاي، إي صح. الـ RMS شلون نطلع هاي؟ بالضبط. إي. طلعها في ماكس. شلون نطلع الـ VS؟ الـ V ماكس. علي هسه معناها نجي نطلع الـ VS ماكس. إي الـ VS ماكس شلون نطلعها؟ نضربها بالجذر 2 مو صحيح؟ إي هذا. صحيح. الـ RMS. الفي ماكس على هاي فنضربها في جذر 2. هسه الفي ماكس شلون تطلع؟ تطلع الفي ار ام اس. خلينا نكتب لكم اياها قانون هيك بسيط. الفي ماكس تساوي الفي ار ام اس مضروبة في من؟ في جذر 2 اللي قانون اللي قبل شوية اللي اخذناه هذا فوق وينه هذا نفسه مجرد بدلنا الشاير ال اقصد الشغلات الموجودة المعطيات فصار لنا هذا الناتج. نضرب ال في ار ام اس اوكي اللي هيش قد 200 خلينا نطلع الحاسب 200 في جذر 2 ايش قد تطلع زهرة؟ 282.2 282.2 282.2 طلعنا هذا الناتج. زين احنا قلنا شو وقت ناخذ 3.14 وش وقت ناخذ ال 180؟ ال 180 ناخذها من يكون عندنا زوايا. اوكي ناخذ يعني الشان الكوشين عافيه ناخذ ال 180 من عندنا احنا انتجرز يعني فد شغلات رياضيات عاديه بدون زوايا فناخذ ال 3.14. وصلت الفكره؟ بس شنعيد من عندنا زوايا يعني هسه هذا زاوية. اوكي اريد اعرف هاي الزاوية ايش قد؟ هي هاي الزاوية مثلا نص باي او باي. اوكي فناخذها 180 الدرجة مالتها. ليش؟ لان لما حيكمل هذا من هنا راح يكون 2 باي اوكي اللي هو 360 درجة. ما اقول انه هي ما ادري ايش قد تيجي نضربها في 2. المهم
هذا طلع لنا اوكي، راح نقول يساوي، يطلع لنا فد رقم معين. هذا الفي مين، الاي مين همين، راد الاي مين، ايه راد الاي مين. الاي مين شلون راح نطلعها؟ الفي مين اللي هو هسه هذا طلعناه الناتج هذا اوكي، على 10، على 10 اوكي، راح يطلع لنا هم الناتج الثاني. وهيك واحدة تحل الأخ، يعني إذا عندك غلط من البداية الناتج كله البقية راح يصير عندك غلط. حليتوها كلكم هيجي؟ زهرة انت حلته؟ هلو؟ تليفون فاكتور اي صحيح الحل. انت صحيح الحل؟ انت حليتي؟ أروى؟ اي من الحل؟ حليت نصه ما كملته اوكي زهرة يعني، بس ذكرت، حليت اول القوانين. زهرة قالت انا حلته، فما دام حلته خلي تدزنيها بعدين ونحاول انا للطلاب. حليت اي حولي للطلاب اللي يريدون الحل مالته. لو لا نجيبها من هو الشيطان. اذا هاي يمكن احل كل الهوم ورك فبدزلهم اياهم. ماشي، عاشت ايدك. حل هذا السؤال هو نصا هذا الفوق، مجرد الفكرة اللي قالت عليها زهرة، انه هي مو فكرة وانما يعني هي دائما الشغلات الهندسية هي خدعة، يعني تختبرك هل انت مهندس او لا. انا جيت طبقت ال، انا اعرف انه هذا روت مين سكوير، بس دائما من فش سؤال يجيك كلش سهل تخرط بيه. فانا سويت هذا قبل، سويت الفي ماكس، وهو احنا الفي ماكس اوكي لازم تضرب الفي ار ام اس في جذر 2 اوكي. هذا لما يكون عندنا سنجل فيز، ليش؟ شوفوا هاي هو راسم لكم اياها، سنجل فيز يعني فيز واحد. لما يكون عندنا 3 فيز هذا راح يتغير، راح نضربه في 3 اوكي. هسه احنا لهنا انا تمام، ما عندنا اي مشكلة، مجرد الشغلة الوحيدة اللي مو تنسوها اليوم انه تراجعون وتحفظون القوانين هذني حتى هذا اوكي. شلون فصل الثالث مال فيلد؟ اي بالضبط، مو في شي صعب، هي كلها نفس الشي، دا تشوفون كلها هي متشابه. قوانين كلها مال المنزل والشارع؟ ايه اوكي، واحدة تجرب الأخ، واحدة تطلع الأخ. واحدة تطلع الاخ. هو قال اسئلة مطولة، هذا سؤال مطول، اي بس يعني يعني هيك اسئلة القاري، القاري حيجاوبه يعني صح مطولة بس واضح اوكي. اوكي. عندنا هذا مثال ثاني يقول لك شنو هنا، determine the output voltage for the regular figure. يقول لك هنا طلع لي ال output voltage، هاي أول ال بوت output voltage، هاي يريد هاي الفولتية الخارجة من هنا. فأنا هنا ايش عندي؟ عندي هواية أدوات وهواية شغلات. دينار داير عندي اي وهذا الشي صح ولا أحمد؟ هذا ريكتفاير مو؟ لا هي ريكتفاير من يعرف هذا شنو؟ امبليفاير. هي لو ريكتفاير ولا امبليفاير؟ امبليفاير، اوبريشن امبليفاير. اوبريشن امبليفاير اوكي. Operation Amplifier. فهسه شنو يقول احنا ال V هذا اللي قبل شوية قلنا ال 6 نبات كتبه اوكي، ال V output يساوي 1 زائد R2 على على R، عارف مو ار في 3 حاجة وانما هو كتبين اللي يعني راح جذر يدزون لنا اياها. شنو؟ لا ندزك اياها ما يخالف، ندزك اياها ار 3 اللي هو ياته ار 2 وار 3. شوف هنا انا ايه الموجودات وين؟ الموجودات يم على، الاوت لا الموجودات على هذا ال V يصحوا له ال V reference المصدر اللي راح يجي يدخل من هنا ويرجع يعوض، يعني يرجع يدخل مرت اللخ، حيرجع يدخل هنا اوكي. فهذني الموجودات هنا راح ناخذهن مضروبات بمن؟
مضروبات في في ريفرنس. اوكي راح نجيب القوانين. فش راح نسوي؟ راح نجيب اول شي هاي المقاومة 10 على 10، 10 على 10، 1 1 زائد يعني واحد 2 2، 2 2 مضروبة في ال V مال هذا ايش قد؟ اوكي 5.1 5.1. مين جبناها 5.1؟ اه ياته أوقف فاي. مال لينر دايد لا لا مو زينر دايت. اه اي مال لينر اي ما زينر دايت مو في ار ريفرنس، هذا مو زينر دايت، مو الفولتي اللي هناك، يعني حسب الحال. هي نفسها هاي الداخل اللي هنا دا قلت لك، يعني تدخل منها ترجع. هاي واحدة تجي من هنا تجي تدخل هنا هاي على السالبة، وهاي هم جاية من هنا، بس هي مو مال مال الزينر، مو مال الزينر الفي ريفرنس، مو مال الزينر. اوكي فاخذنا هسه هذا الموجود هنا او مطيناه 1.5 فولت، ضربناهن طلع عندنا شقد؟ طلع عندنا 10.2 فولت اللي هي راح تخرج الاوتبوت. relate problem the following characteristic. هاي هيك معالي هذا المثال اللي هو ما حكيناه. استسلم، بس من اشوف هيك شو اسمه شنو حمودي؟ هذا القانون ما استخدمه، بس من اشوف هيك دوائر مو اي من تلقى هيك دوائر تستخدم هذا القانون هني ريد في اوتبوت. اي زهرة احكي، زهرة احكي، لحظة لحظة زهرة بس خلي افتحها. ده يقول هذا هسه ايه المثال اللي كمل. حليته، ايه شو هاي ماكو مدة حل ايد. المثال هسه اللي يعني اللي انت حليته، ايه هو اسمه بالمحاضرة قال ارسموا هوم ورك، ارسموا الموجات مالته، شلون الرسم مالته يكون؟ هسه نرسم الموجات مالته. لحظة واحدة، يعني الرسم مالته حيكون هذا عملي لو يعني بالنظر نرسم؟ زهرة الرسم مالته هم بالنظر يريد رسم. اوكي فاحنا نقدر ناخذ بالرسم في الدرج كم درجة عن طريق الفي السورس مالتنا شنو عندنا، راح يكون ساينسويدل وهذه السوالف ونكملهن. اما هذا الامبليفاير شنو مالته الموجة راح تطلع هسه نشوف. هو دخل فولت يا شنو؟ شنو أحمد؟ الفولت يا مدخلها شنو؟ أرسمها بالبرنامج؟ يعني قصدك ايش قد قيمتها؟ لا نوعها. ها ما ادري خلطت والله. ايه رجعنا. شنو ال هذا احمد رشيد انت مو عندك بيسم منزله؟ ايه ايه هذا موجود فتقدر تدخل هذا الني بالبيسم.
ويطلع لك الموجة. بس هاي مو هسه، بعدين لما نخلص محاضرة نشوف الموجة هذا مالته شو. مو مرة خلينا انا وياك علاوي. ها الصور، هو الصور هو مطيناها بالهومورك. لحظة واحدة، مو مرة شفنا. وين شفناه؟ رسمنا على شات ولا لا لا، هذا اي راسمينه صح، لا؟ صح مو راسمي. لا راسمي، هذول جماعة المسائي الصور راسمي. بابا علي الصور اللي دازه هاي الورقة اللون بنفسجي عبارك هيج، لا لا مو مو هو نفسه؟ لا مو هي، ومشرنا على قوانين يقول هاي حفظ حفظ. اي المهم بعدين نحفظهن، اللي هي هذا مو هاي قصدك؟ زهرة اي حمراء. بالضبط. هاي اول شي قلت لكم، اني اول رسمة ترسموها هو الساينسويدل، هاي تاخذون عليه درجة. اوكي، وبعدين هذا الريكتيفيكيشن هيكون بهذا الشكل، وراها الفلتر راح يصفي لنا اياها الموجة. اوكي، هذني الثلاثة اذا ترسمون تاخذون درجة، يعني مو كاملة حسب المعطيات. اذا جزء مطيكم بس هذا النت راح تاخذون درجة كاملة، اذا مطيكم شغلات اضافية وانتم ما عرفتوا ترسموها بس هذا اللي راسمينها انتم راح تاخذون درجة عليها. اما هاي القوانين ال VRMS، اوكي، وال VR بيك. البيك يعني شنو البيك؟ يعني القمة، هاي اعظم فشي وصل له الفولتية او التيار. جذر ثلاثة على ار ام اس، هذا مال 3 فيز. احنا ماخذين 3 فيز، ما تصور ماخذين عدة 3 فيز. عشان مطينا هذا القانون؟ لا ما ماخذين 3 فيس. ثابت هذا الرسم، ما اقول ثابت، بس يعني اغلب الدوائر راح تعتمد على نفس المبدأ. اوكي، فنقدر نستغبط هذني، واذا نسيتوا الرسم او ما عرفتوا شلون ترسمون، ترسمون هذني ثلاثة تاخذون درجة. هنا الفكرة، يعني هي كلها العاب العقل. زهر ردت الرسم مال هذا، فد شوية احمد راح يتعب نفسه ويرسم لنا ويطلع لنا الناتج. اوكي، لا محاجة، لا إذا لا ما نعرف شلون طريقة نرسم ما هي محاجة. لا لا، لازم هم احنا نريد نعرف. انا ما اعرف، نريد نتابع احمد شوي شتي. ماشي، لا أنا أقصد إنه بالامتحان شلون راح نرسمه، هيك قصدي. هو طلع الشكل الموجود يعني. ايه، بالبداية حنرسم قلنا الساينسويدل هاي واحدة، لما راح يجي من هنا راح يدخل على الامبليفاير. هذا الامبليفاير شنو الموجة اللي راح تدخل عليه؟ شلون راح تطلع الموجة؟ ما اعرفها، ما موجة الامبليفاير مدارسه. خلينا نبحث عليه والله، خلينا نسوي كويك سيرش. امبليفاير على شو تطيب فولتية؟ 220، مو او لا احسب لا له يعني هاي النقطة شو اخلي بدولها؟ شي صح للرسم مالته. ساين الو نعم، شنطي تطي الموجة، تطي شقد هو حتى هياته فولتية داخل؟ هاي فولتية 15، يعني 15 فولت. 15 ها هو يعني هاي النقطة بدالها المصدر مالته شنو؟ المصدر الفي الداخل 15 فولت، والفولتية مالت الامبليفاير 5.1. ساين ويف لو لا تطي دي سي. اوكي بطارية لو شنو؟ هو ما بطارية، هاي النقطة بطارية لو 15 يشوف فولت بطارية. شو اسمه زهرة، الامبليفاير هذا
مجرد يكبر الموجة ما يلعب بيها ولا يغيرها، يعني ما يغير شكلها. هذا Operation Amplifier، ما حيغير الموجة، ما يحتاج ترسم أحمد. يعني هنا أنا ما راح نستخدم الريكتيفاير. هنا عندنا هذا الشيء صح ولا تذكرون اسمه؟ ترانسفورمر، ترانسستر، ترانسستر هذا صحيح؟ ترانسستور، ترانسستر ايه. نكتب هنا أنا. ترانزستور هو هذا بالضبط صح. من يريد ينضم ترانزستور، الرسم مال ترانزستور يكون بهذا الشكل. اوكي، فهو اصلا كله دي سي، فما اتصور يعني حيكون خط مستقيم، ما اتصور يريد الرسم مال هذا الشيء. خلينا نشوف هو اصلا مطالب رسم حاليا بهذا السؤال. اوكي هنا انا in this figure what's the power rating must R1 have if the maximum input voltage is، يقول لك الماكسيمم فولتج فطانة اياها الفي ماكس تكون 12.5. شي يريد هنا أنا. يريد what the power rating must، هنا the worst case power prediction، يريد يعرفون ايش قد الار 1. اوكي الباور بالار 1 حتى اللي اقوى باور للار 1 تتحمله. وين هالار 1؟ هي هاي ايش قد تتحمل طاقه قبل ما يعطل. فاحنا ناخذ الفي اوت وين صفر، الفي ان 12 فولتج drop across the R1 VR1 VN. شنو هذا القانون؟ من يريد يجاوبون؟ عبد الرحمن الفولتية كلش بي اي 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 VN ناقص ال VOUT 12. ليش صار 12؟ لان احنا هنا قلنا ال VOUT بوت صفر، خلنا نفترضها صفر يعني ماكو VOUT بوت بس VN، فنقصنا 12.5 ناقص صفر طلع لنا هالقد. وراها the power dissipated يعني الطاقة المشتتة بال R1. اوكي احنا عندنا قلنا الباور بيه هواي قوانين صح، فأحد قوانين الباور هي ال V2 على R. اوكي فاحنا اخذنا ال V2 مال R1 الفولتية اللي بالموجودة بالR1. اوكي على الR1 هذا قانون VR1 زيد طلع لنا الناتج 12.5 فولت هذا كله تربيع على 22، وطلع لنا الباور مالته اللي هو 7.10 واط. هذا قانون ثاني. اوكي قانون ثاني هذا اي احمد بالغلط، قانون ثاني هذا نقدر نقول عليه مشابه هو البور، بس ضفنا عليه ضفنا عليه. الله ابو الخير، اهلا اهلا استاذ رامي، وينكم شباب؟ اهلا، ضفنا عليه. وين واصلين؟ واصلين الملزمة الثانية بعدنا بالزبدة مثل ما تقول. اي تقدرون شباب تقولون انه الباور نفس الشيء، هذا الباور هو الفي تربيع على ار، مجرد ضفنا عليه ضفنا عليه هنا حددنا او شخص شخصنا مثل قلت شخصنت هذا الشخص، انا شخصناها ويا الار 1 ليش؟ لان هو طلبها. اوكي فاحنا ردنا الباور مال ار 1 فنقول البي ار 1 تساوي اوكي او بي ار 2 اللي او 3 هاي حسب اللي هو مطلوبه. شو تساوي لنا؟ تساوي لنا ال V2
اوكي في تربيع مالت من هاي الفي مال ار 1 على شنو؟ على الار 1. اوكي طلعت لنا الناتج. احنا هذا الفي الفي احنا هذا الفي ميلنا الفي احنا عندنا قانون ثابت انه نريد نعرف الفي توتال شو يساوي لنا الفي ان ناقص الفي اوت. هذا يطلع لنا الفي توتال اوكي زاد زاد بيناتهم مو صحيح لو انا غلطان زاد لو ناقص ناقص لا اي. فهسه انا اريد اعرف وش قد الفي مال ار هذا فراح انقص الفي ان من الفي اوت. بس هنا the worst case board situated in occurs the output short circuit on هنا انا قال انه خل نفرض انها فرضها صفر ما اعرف ليش فرضها صفر والله صراحة كي ما جيت حاضر هاي المحاضرة اتصور بس هنا فرضها صفر فاحنا اذا واجهنا نفس لانه ما تعرف قيمتها اوكي حالي تدري ليش هنا فرضها صفر لانه بالسؤال قال الانبوت هي 12.5 بس الاوتبوت ما طعنا قيمتها مو نقدر مثلا نطلع احنا الاوتبوت بس قال هنا اي اعرف بس هو هنا بالضبط هو طعن الانبوت هو طالب غير مطالب فاذا واجهنا نفس هاي المسألة المفروض ان هذا الفولت الصفر ونطلع مثل ما نقصنا اوكي الفي ان والفي اوت واذا هو مطين الفي اوت تضيفه هنا الفي اوت مش كده ما بي شي سؤال هذا كبسوا الرامي يستاهل الله على كم تكبيسات إلى كذا عندنا هنا ال قلنا الترانسفورمر اوكي هذا الشكل مال ترانسفورمر راح يدخل له شنو راح يدخل له اي سي يكون بهذا الشكل ساينسويدل اوكي راح يسوي لهذا راح يقلل الفولتيه احنا ردنا دروب فولتج راح يقلل الفولتيه لما راح يدخل هاي الدائره هاي الدائره بيها ايش كم دايود اثنين يعني مو جبار فبدل ما يطلع ان هذا هيك شكل تطلع لنا دي هذا حملنا السالبه راح يطلع لنا اثنين اوكي هذا قش شوي شرحناه يعني هسه خلينا نعطيكم مثال اقوى يعني اذا هذا ماكو اوكي شو راح يطلع الرسم بس موجبات بس موجب هذا مو دي سي يمكن هو دي سي دي سي بس الموجب ايه؟ هذا السالبه الموجب السالبه راح تهمل اما بهذا زين اذا بهذا اذا دايت معكوس شلون يصير اما الرسم دايودات اثنين اذا معكوس يبقى شو اسمه يبقى هذا تصير رسمين او بين شركات يعني لا تاخذ ولا تسحب فهسه هسه هذا شلون راح يكون هذا راح يكون هذا راح تاخذ الموجبات السالب تحوله موجب والموجب ماخذ الثالث اها هيك وصل شباب هذا الشرح هذا كله دي شرح هسه هذا الحكي احنا قبل شويه شرحناه واهل واهل البث يعرفون عن شنو جاي يحكي الله اكبر اهل البث خليك تبسون لحظه شباب